هنا الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم ان احنا عندنا وثائق بنما. خلينا نشوف مثلا الصحف كاتبة ايه عن الموضوع ده. وثائق بنما على فكرة بتتحدث مش بس عن آل مبارك، ولكن زي ما قلت لحضراتكم في نوع من انواع الزج بأسماء كثيرين من رؤساء الدول. فالماضي يطاردكم اينما كنتم، وثائق بنما تفضح آل مبارك، 11.5 مليون وثيقة تكشف العالم السري لإخفاء الثروات وغسل الأموال. يعني 11.5 مليون وثيقة يا جماعة مش عشان مبارك وآل مبارك بس، 11.5 مليون وثيقة بتفضح كثير من رؤساء العالم وكثير من ناس ليهم علاقة بالرؤساء. يعني هنا الموضوع مش عشان بس محدش يفهم ان ال 11.5 مليون وثيقه دي اللي بقى المبارك، لا دي بتفضح تكشف العالم السري لاخفاء الثروات غسل الاموال. قائمه الشرق الاوسط تضم مبارك، يعني احنا عندنا في جزء ليه علاقه بالشرق الاوسط وجزء ليه علاقه باوروبا وامريكا حتى وروسيا. فلاديمير بوتين نفسه شخصيا ورده على ده، قال لك انه احنا يعني ده نوع من انواع الحقيقه، يعني ان الوثائق دي وان حاجات دي مش صحيحه وان هي عايزه تطال من سمعه فلاديمير بوتين. ده بالنسبه للراي السوء الروسي على تورط فلاديمير بوتين في هذا الامر. على الجانب الاخر زي ما قلت لحضراتكم كثير من دول العالم امرت بان يكون في تحقيقات لمعرفه مدى يعني حقيقه هذه الوثائق، وهل بالفعل في اموال تم الاستثمار بيها، تم ترحيلها من البلاد لهدف ما يدفعش عليها ضرائب. فهنا الموضوع مهم في الحته دي. الشرق الاوسط، قائمه الشرق الاوسط بتضم مبارك ورجاله ونجله علاء واركان نظامه وامير قطر السابق والقذافي وبشار الاسد. يعني احنا عندنا قائمه للشرق الاوسط وعندنا قائمه للاخرين. فده بالنسبه للوثائق بنما. فلو حبينا نقول عندنا تقرير، احدث تقرير جالنا من فرانس 24، تسريبات بنما تكشف عن تورط شخصيات دوليه معروفه في انشطه ماليه مشبوهه وتهريب اموال لاخفاء ثرواتهم. والتحقيق يعني تحقيق صحفي شارك فيه عدد كبير من الصحفيين تورط 140 زعيم سياسي عبر العالم. وتحقيق صحفي ضخم شبيه بويكيليكس الشهير مصدره بنما. تحقيق كشف أن 140 زعيما سياسيا حول العالم من بينهم 12 رئيس حكومة حالي وسابق هربوا أموالا من بلدانهم إلى ملاذات ضريبية. أوراق بنما كما أصبح يطلق عليها تسربت من مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا قبل أن تحصل عليها صحيفة ألمانية وتوزعها على 370 صحفيا لأكثر من 70 بلدا من أجل التحقيق فيها في عمل مضن استمر حوالي عام كامل. وكان من بين الشخصيات التي ورد ذكرها في التحقيق الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولاعب كرة القدم السابق ميشيل بلاتيني، ولاعب نادي برشلونة ليونيل ميسي، إضافة إلى شركات مرتبطة بأفراد من عائلة الرئيس الصيني الذي يرفع لواء مكافحة الفساد في بلاده، والرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو. الحكومة البنمية وفور الكشف عن الوثائق أعلنت أنها ستتعاون بشكل وثيق مع القضاء إذا ما تم فتح تحقيق قضائي استنادا إلى الوثائق المسربة، فيما ندد مكتب المحاماة بعمليات التسريب التي طالته ودافع على ما اعتبره خصوصية الأشخاص معتبرا التسريبات الأخيرة بمثابة الهجوم الذي يستهدف بنما. الخصوصية هي حق أساسي من حقوق الإنسان تتأكل أكثر فأكثر في عالمنا اليوم. كل شخص لديه الحق في الخصوصية سواء كان ملكا أم متسولا. الوثائق التي نشرها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين تشمل معاملات جرت ما بين عام 1977 و2005 وتحتوي على تفاصيل عن مئات الآلاف. طيب احنا زي ما قلت لحضراتكم لان ده موضوع مهم محتاجين نفهم فيه وهيوصل لغايه فين، فبنحاول يكون معانا اتصالات. ولكن خليني اقول لحضراتكم من الصحفيين المصريين اللي كانوا مشاركين في تقصي الحقائق حول هذه الوثائق هو الصحفي هشام علام. الصحفي هشام علام عضو جمعيه الصحفيين الاستقصائيين العالميه قال ان هناك مفاجات جديده سيتم اذاعتها في موضوع تسريبات وثائق بنما. اذا عندنا برضو صور للرؤساء
كان انتشر صور بعض الوثائق ممكن نعرضها أثناء ما نستعرض ماذا قال الصحفي المصري هشام علام. قال أنه سيحل، كان الحقيقة يعني هو طبعا يعني حاولنا برضو التواصل معاه، ولكن عرفنا أنه موجود في يعني في أحد يعني وسائل الإعلام الأخرى أو قنوات الفضائية الأخرى. أوضح علام أن كل دولة تتولى عملية نشر التسريبات في يوم، ومصر هي التي ستقوم بالنشر النهاردة الاثنين. سنكشف حقائق ومفاجآت في هذا الملف، ومؤكدا أن ما تمت إذاعته وما تم إذاعته في بعض المواقع والقنوات ليس كل ما يتعلق بمصر في تسريب الوثائق، هناك أسماء أخرى بخلاف اللي تم نشرها. يعني من الواضح كده انه القصة ليها علاقة بانه زي بقول لحضراتكم ان هو تحدث عن انه في محامين كتيرين كتير في هذا الملف، وفي استقصاء حقائق من كل دولة، وعلى المستوى ان كل دولة المفروض ان هي هتكشف عن الوثائق اللي خاصة بيها، لانه كمية احنا بنتكلم عن 11.5 مليون وثيقة. يعني شوف حضراتكم قد ايه، فكل دولة بقى ليها كام من عدد الوثائق دي هتحاول ان هي تدرسها بنوع من انواع الاهتمام الخاص طبعا، لان كل دولة هنا هتبتدي تدور على الاموال بتاعتها، وعلى هل بالفعل فعلا تم تهريب اموال. ده غير بقى قصص اموال مبارك اللي احنا بنقول من ساعة الثورة ولغاية دلوقتي، واللي تم حفظها لمدة سنة تانية. يعني احنا عندنا قصص كتيرة ليها علاقة بالامر ده. الوثائق، كان العالم بأسره بدأ الحديث حول تسريب وثائق من أحد أكبر مكاتب المحاماة والموجودة في بنما. كشفت وثائق بنما، والذي كشفت وثائق بنما اللي بتؤكد أن 12 من قادة العالم موجودة أسماءهم ضمن 143 سياسي، 143 سياسي وعائلاتهم ومساعديهم المقربين من حول العالم، والمعروف أنهم بيستخدمون الملاذات الضريبية في الخارج. يعني اللي هو انك انت ما بيقدمش التقرير الضريبي الصحيح وبيهرب اموال علشان يتهرب من دفع الضرائب. يعني باختصار هو بيهرب امواله، ممكن يستثمر بيها في اماكن تانية ما يبقاش في اي علم البلد عنها، وبالتالي هو عمل حاجتين، ان هو استثمرها وكمان هربها بره علشان ما يدفعش عليها ضرائب. دي من نقطة برضو المهمة اللي بيهتم بيها العالم كله، عايز يشوف قد ايه اموال بناء على هذه الوثائق تم تهريبها ولم يتم دفع ضرائب عنها. المفروض انه الضرائب دي بتكون يعني مصدر يعني تمويل لكل دول العالم من خلال الضرائب اللي انت بتتعامل بيها حاجات كتير جدا، مشاريع و و و والحلقه اللي احنا عارفينها بالنسبه لتحصيل الضرائب. فمن بين قاده العالم اللي ليهم ثروات بالخارج، رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، واياد علاوي رئيس الوزراء العراقي السابق، علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق مبارك، ورئيس أوكرانيا بيترو بورشينكو، ورئيس وزراء أيسلندا. يعني هنا عندنا أسماء كتيرة متورطة في هذا الموضوع، يعني مش مجرد اسم ولا اسمين ولا مجرد إن دولة ولا مجرد مثلا زي ما الناس فهمت إنه قال مبارك، لا الموضوع مختلف تماما عن هذا الأمر. يعني وبالتالي احنا معانا دلوقتي ومع حضراتكم الأستاذ شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية. برحب بحضرتك أستاذ شحاتة. أستاذ شحاتة الصوت عالي بس شوية، أهلا بحضرتك. الحقيقة عايزين نفهم يعني الموضوع بالنسبة لوثائق بنما، بالتأكيد طبعا يعني دلوقتي العالم كله بيتحدث عنه، ويمكن اتقال إن كل دولة هتهتم بالوثائق الخاصة بيها، ولكن على المستوى العام يعني تشرح لمشاهد لو ممكن نبسط لمشاهدينا ما مدى أهمية هذه الوثائق، إزاي هيكون التحري عنها، وفي نفس الوقت ممكن تاخد قد إيه مدى زمني علشان نقول إن فعلا تم تهريب أموال. لا هو قضية يعني تهريب أموال دي مسألة ثابتة ونتكلم فيها من 5 سنين، ولها يعني كان عندنا احنا ليها أدلة كثيرة جدا، منها إنه الاتحاد الأوروبي قال فعلا إن في أموال مهربة كتير، وبيصدر قرار سنوي بتجنيد كل الشخصيات اللي هي مبارك وأولاده، و18 شخصية مصرية أخرى بيجمد كل أموالهم في أوروبا لمدة، القرار بيطلع كل سنة من وقت الثورة، من وقت ثورة 25 يناير. كمان الاتحاد الأوروبي طلب من مصر أكثر من مرة أكواد التحويلات العملاقة اللي تمت أثناء ثورة 25 يناير،
كل الأدلة دي موجودة قبل ظهور وثائق بنما بالفعل. وحتى نبسط المشاهد، مسألة وثائق بنما هي المسألة أنه كان يعني معروف، إحنا كنا عارفين برضو أن كل رجال الأعمال اللي كانوا عايزين يهربوا أموالهم بره أو يدخلوا في عمليات غسيل الأموال كانوا عادة بيستخدموا مكاتب محاماة كبيرة، لكن إحنا كل معلوماتنا كانت عن مكتب محاماة معين في لندن. لكن فوجئنا النهاردة أنه هناك مكتب تم إنشاؤه من 30 سنة موجود في بنما، وأن هذا المكتب فعلا كان بيدير عمليات غسيل أموال لشخصيات ورؤساء دول ومسؤولين على مستوى العالم كله، وأن اتضح أنه هذا المكتب بيقوم بإنشاء شركات في الجزر العذراء اللي هي تبع لبريطانيا، وهذه الشركات غالبا بتكون باسماء مستعاره ليست باسماء المسؤولين الاصليين او الشخصيات الاصليه يعني. كمان هذا المكتب يتولى اداره هذه الشركات مقابل من 10% ل 20%. استغلوا هم هذا المكتب في بنما لعده اسباب، انه بنما لديها تسهيلات ضريبيه مهوله جدا جدا، كمان عندها تسهيلات في عمليات تأسيس الشركات بأسماء مستعارة وهكذا. لكن المكتب لم يقتصر على بنما تحديدا، ولكن هو وسع نشاطه في جزر العذراء التابعة لبريطانيا. نعم نعم. طيب يعني هو دلوقتي حتى لسه بيقال ان في البعض بدا يقول ان الوثائق دي مش حقيقيه. السؤال هنا اللي بيطرح نفسه، يعني ازاي مكتب او شركه استثمارات كانوا قانونيه زي موساك فونسيكا دي اللي هي المفروض تعتمد السريه في اعمالها يتم تسريب 11 مليون وثيقه منها، ولماذا الان برضو يعني حضرتك هنا بنتحدث عن انك يعني هو في الحقيقه لحد النهارده ما حدش عرف كيف خرجت هذه الوثائق من المكتب. يعني هناك احتمال انه كان في موظف في المكتب او محامي تم فصله او تم طرده قام بتسريب هذه الوثائق بطريقه ما، لانه لحد هذه اللحظه مش معروف كيف خرجت هذه الوثائق. لكن انا شخصيا يعني ارى ان هذه الوثائق حقيقيه، انما خرجت في هذا التوقيت هذا سر يعني لسه هيظهر بعد كده. لكن ليه انا شاكك انها او انا عندي يقين انها حقيقيه؟ لانها حددت اشخاص، يعني حددت اشخاص ومبالغ بالفعل على مستوى العالم، مش بس على مستوى مصر، ولكن كيف تحدد ارقام وتحدد شخصيات؟ يعني كيف لشخص محامي في مكتب في بنما انه يعرف مين اللي عندنا وان هذا الشخص متابع من قبل لجان مكافحه الفساد الموجوده في مصر ان هو هرب اموال، وان هو بالفعل بعضهم بدا تصالح، يعني بعض رجال الاعمال بقوا جاي في وثائق بنما بعضهم بدا تصالح بالفعل عندنا في مصر. يعني احنا عندنا اكثر من 9 شخصيات تقريبا بداوا تصالح بيجمعوا حوالي 10 مليار جنيه تقريبا هيدفعوهم للدوله نصهم تقريبا. معلش طيب استاذ شحاته، يعني هل برضو اللي هم الحكومه السابقه اللي هي تابعه لمبارك او الاشخاص اللي كانوا من عهد مبارك تم يعني حضرتك اطلعت على اي وثائق خاصه بيهم؟ عشان حضرتك يعني احنا هنا بنقول انه بيبتدوا يعملوا صلح، بس دي حاجه ليها علاقه بمصر بس هنا، هل كانت من ضمن الوثائق دي اللي هو نظام مبارك؟ الوثائق فيها شخصيات، فيها تحديدا كل الشخصيات المصريه اللي تقدمت باتصال، يعني كل اللي تقدموا باتصال في الفتره الاخيره اسمائهم جايه في هذه الوثائق، ويزاد عليهم بعض رجال الاعمال الموجودين حاليا واللي هم يرعاهم النظام في الوقت الحالي زي محمد ابو العينين وغيره. طيب ده كلام خطير. امتى مثلا يعني هل احنا ممكن يتم بقى، يعني الموضوع ده طبعا مش هيخلص في يوم وليله او مش هيبقى النهارده بس، ولكن هل مثلا في حصر عددي كام وثيقه تخص مصر؟ ازاي هنبتدي نبحثها؟ بعض دول العالم بالفعل زي مثلا اتقال كده في خبر من البي بي سي ان احنا عندنا دول بالفعل اقرت بانه هيبدا تحقيق، يعني على طول بدات الدول دي تقول، زي فتحت دول من بينها النمسا وهولندا واستراليا تحقيقات في هذه القضيه على طول، والاخر الدول الاخرى بتدعو لفتح التحقيق. فماذا تم من قبل الحكومه المصريه او الامور الرسميه اللي هتتم لمعرفه مدى صدق وصحه هذه الوثائق وكم الاموال قد ايه؟
يعني من واقع خبرتي مع حكوماتنا، مش حكومتنا، حكوماتنا المصرية، أعتقد أنه سيتم التعسيم على هذا الأمر ولن يتم أي تحقيقات فيه، ويعني لن تكون الأمور تتسم بالشفافية في تناول هذه القضية بشكل عام. ولكن أعتقد إحنا كمجتمع مدني بس اللي ممكن نجمع هذه الوثائق، وإحنا بنعمل على كده بالفعل دلوقتي ونفنيدها ونعلن كل شخصية المبالغ اللي قامت بتهريبها أو استثمارها أو غسيل الأموال فيها قد إيه تقريبا. لكن أنا يعني غير متفائل تماما بأن الحكومة ممكن تفتح تحقيق شفاف في هذا الموضوع. طيب يعني كده برضو، طب ما هو ده معنى ان الحكومة مش هتفتح تحقيق، ان احنا كده في اطار ان برضو هتظل الاموال دي يعني مهربة من مصر. طب ايه فكرة انه البعض ربط بانه القرار اللي جه بحظر الاموال الخاصة بمبارك سنة تانية، بأسرة مبارك وثروات مبارك، ده ليه علاقة بالوثائق دي؟ ايه علاقته؟ انا مش قادرة اربط او مش فاهماها، ليه حظر الاموال لمدة عام؟ اه قد يكون عندنا يعني المخابرات العامة أو أي جهاز رقابي اكتشف موضوع الوثائق قبل الإعلان عنها أو في مرحلة مبكرة من الإعلان عنها، وبالتالي قد يكون هناك إجراءات تحفظية بشكل يعني غير معلن أو بشكل أو غير محدد الأسباب. إنما أنا أعتقد أن الحكومة لن تتناول القضية بشكل مباشر وتعلنه على الشعب، هذا لن يحدث من خلال خبرتي مع الحكومة. إنما قد يكون هناك، لأنه يعني أنا من خلال خبرتي مع هذا مع نظام الحكم في مصر، يعني أنا هناك هيئة وطنية لمكافحة الفساد كانت في دستور 2012 تم إلغائها. أن البرلمان المصري رفض إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد. أن هناك إجراءات كثيرة تريد يعني يراد منها التعتيم على الفساد، وقد يكون الحكومة ترى أن هذا النفس تعمل فيه بشكل خاص أو بشكل سري أو بأي شكل من الأشكال، لكنها لا تريد أن تعلن هذا. أنا أعتقد أن هناك من أفهم الرئيس السيسي أو من أوصل له معلومة أن الحديث عن الفساد بشكل كثير يسيء لسمعة مصر أو يسيء لمناخ الاستثمار. وأضيف من الأمور وأضيف أمرا آخر، هو تم إزاحة المستشار هشام جنينة فور إعلانه عن وجود 600 مليار جنيه فساد، وبالتالي ده يعزز فكرة أنه الحكومة عندنا بترى أن الكلام أو الحديث عن الفساد ده يسيء لسمعة مصر أو يسيء لمناخ الاستثمار. هنا الوضع مختلف، لان احنا لو بنتحدث، احنا مش بنتحدث عن فساد خاص بمصر فقط، ولكن فساد ب 143 شخصيه حول العالم، ومنهم في بعض الدول لسه قارية برضو ان في توقيع ل يعني حوالي 60 ألف توقيع علشان الازاحه بالرئيس. فانت هنا يعني احدى الدول اللي مش قدامي الخبر، بس هو البي بي سي الحقيقه جايب خبر مفصل. فانا هنا اللي بتكلم يقال ان الرئيس بوتين نفسه اسمه في هذه الوثائق، وهو برضه حاول يدافع عن نفسه بشكل رسمي انه الامور دي كلها بتحاول يعني تشويه سمعه الرئيس بوتين. ولكن اللي بقصده ان احنا هنا مصر بنتحدث عن شقين، شق ليه علاقه بان احنا لينا اموال مهربه من نظام مبارك ومن كل العاملين كانوا في هذا النظام ويجب ان ترد للبلد. الشق الثاني انك لما بتتحدث عن وثائق، دي وثائق ليست خاصه بفساد في مصر بس، فما في مفيش حاجة تسيء أو نقدر نربط ده بالقصص بتاعت هشام جنينة وال 600 مليار جنيه. يعني أأمل إنه يحصل فصل في الأمر، وإن يكون زي ما كل دول العالم بلا استثناء يعني اللي تم وجود اسمها في هذه الوثائق على طول قالوا إنه هيتم فتح تحقيقات. يجب على مصر أن تقوم بهذا أيضا كنظام احترازي حتى، أو يعني كنوع من أنواع المحاولة لمعرفة الأمر. يعني أنا لا أريد أن أكون مفرطا في التفاؤل مثلك، ولكن صدقيني أنا بعزم إنه من خلال خبرتي مع النظام إنه لن يتم فتح تحقيق شفاف أو معلن للرأي العام بخصوص هذه القضية تحديدا. ويصيبني إن أنا أقول لك إنه إحنا من وقت 25 يناير لحد النهارده إحنا عملنا 5 لجان لاسترداد الأموال المهربة
كلها لم تصل الى شيء، ولم تتخذ اجراءات فعاله، ولم تقوم بما تملي علينا الاتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد الموقعه عليها مصر، والتي تدعونا او تتيح لنا انه انا اروح في الدوله نفسها اللي فيها هذه الاموال وارفع دعوه امام قضائها. للاسف مصر لم تقوم برفع اي دعوى قضائيه امام الدول التي المهرب بها اموال كسويسرا وغيرها من الدول، وبالتالي انا بقول انه ما فيش عندنا جديه وما فيش اراده سياسيه لاسترداد الاموال المهربه، لانه احنا بنكافح في هذا الملف منذ 5 سنوات واكثر ولم نصل فيه لشيء. تمام، انا بشكرك الحقيقه، شكرا جزيلا استاذ شحاته محمد شحاته، مدير المكتب العربي للنزاهه والشفافيه، ونامل ان يكون في يعني تفاؤل، ونامل ان يكون يعني في تحرك من الجانب المصري، ولو ان حضرتك من الواضح ان في خبره عميقه في هذا المجال. بشكرك شكرا جزيلا. طيب مشاهدينا، عشان نكمل هذا الامر يعني، وكنت اتمنى لو كان عندنا برضو بعض كان في فيديو كده صامت بيعرض بعض الوثائق دي، 11.5 مليون وثيقه، ده يعني عدد كبير قوي. في بعض المواقع اللي نشرت عن مكتب المحاماة ده، مكتب المحاماة ده اسمه موساك فونسيكا. موساك فونسيكا كان بيعمل، هو برضو بيقول ان احنا يعني بنعمل فيه سرية، احنا لينا 40 سنة بنشتغل. ففي بعض الناس بدأت بقى تشوف هذا المكتب اللي موجود في بنما، قال لك ان احنا عملنا بعيدا عن الاضواء لمدة 40 عام، لينا نجاح واضح في ضم زبائن لشخصيات بارزة، وهو بيقال ان هو المكتب تخصص في قضايا التهريب الضريبي. موساك وفونسيكا هو الاسم جاي عن طريق شخصين بيديرون المكتب ده من احد مباني حي الاعمال في بنما، وهم الالماني يورجن موساك والبنمي رامون فونسيكا. فدول اسمين يعني، موساك وفونسيكا، دول شخصين، واحد من المانيا والتاني من بنما. موساك احد مؤسسي الشركه، ولد في المانيا عام 48 قبل ان يهاجر الى بنما مع عائلته، نال اجازه في القانون، والده نازيا خدم في وحدات النخبه في الجيش الالماني. بحسب ملفات سابقه الاستخبارات عرضت تجسس لحساب وكاله الاستخبارات المركزيه CIA. بينما فونسيكا المؤسس الثاني ولد عام 52، نال ايضا اجازه في القانون ببنما، تابع دراسته في معهد لندن للاقتصاد، قال في مقابله انه كان بيفكر ان يصبح كاهنا لكن صار مدير لشركة صغيرة قبل الاندماج مع موساك، وفتح الاثنين معا مكتب محاماة. المكتب كان في الجزر العذراء البريطانية. نصف الشركات اللي أنشأها هذا المكتب، أكثر من 113 ألف شركة، كان مقرها في هذا الملاذ الضريبي بالجزر البريطانية بحسب الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين. في فروع تانية بقى بدأت تنبثق من هذا الفرع اللي فتحوه مع بعض في بنما، أو اللي بدأ في الجزر البريطانية وبعدين في بنما، وارتفع عدد الأفراد اللي كانوا بيشتغلوا معاهم. وفي بعد كده كانت فتح مكان في دولة صغيرة بالمحيط الهادي عام 2001. عائدات الشركة في هذه الجزر كانت مرتفعة جدا نسبة 80%. الضغط الدولي تم إجبار الجزر العذراء البريطانية على التخلي عن نظام الأسهم بدون تسمية المالكين. عادت موساك فونسيكا لبنما وارتكزت هناك، وكمان كان في شركة في البرازيل، كان في عندنا يعني أمور كتيرة. فالمهم بيتقال بعد كده ان موساك فونسيكا سرعت بالرد على اول سيول التسريبات بالتاكيد انها تلتزم بالبروتوكولات الدوليه لضمان ان الشركات التي تضمها لا تستخدم في التهريب الضريبي وغسيل الاموال وتمويل الارهاب او غرض غير قانوني، يعني بالتاكيد دفعت عن نفسها. تتمسك الشركة بأنها حريصة في عملها، تأسف على إساءة استخدام خدماتها، وبتقول أن على مدى 40 عام الشركة يعني لم يطولها أي شيء، لم يوجه الاتهام قط للشركة موساك فونسيكا بأي شيء. وكمان قالت أن عندما نكتشف أي نشاط مشبوه نبلغ السلطات على الفور، وعندما تتصل بنا السلطات بدليل على احتمال وجود مخالفات نتعاون معها بصورة تامة. والشركات التي تدار في الخارج موجودة في كل مكان تستخدم لأغراض قانونية. في النهاية يعني زي بقول لحضراتكم، ده مثلا بعض الأخبار اللي منتشرة، واللي عن تقارير تم نشرها في العديد من وسائل الإعلام، كان ده في أخبار اليوم، يعني الخبر ده من أخبار اليوم. روحنا بقى للبي بي سي وخبر عن الموضوع ده. فالبي بي سي قالت أنه دول كثيرة في العالم بدأت تفتح تحقيقات حول هذه الوثائق السرية، لانه عايزين يعرفوا اذا كان فعلا في اموال تم تهريبها وتم التهرب من دفع الضرائب عليها لبعض البارزين في مجال الاعمال او رؤساء او مساعدين لرؤساء او ناس ليهم علاقه بالرؤساء.
الوثائق تتناول 12 من قادة الدول الحاليين والسابقين، 60 شخصية على الأقل لهم علاقة بقادة حاليين أو سابقين. تشتبه معطيات الوثائق في غسيل الأموال بقيمة مليار دولار على يد شبكة تضم مقربين مثلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الوثائق بتقول برضو أن رئيس وزراء أيسلندا متورط ومتعلقة الأمور بثروة زوجته. في كمان 16 ألف شخص في أيسلندا وقعوا على عريضة يطالبون فيها باستقالة رئيس وزراء أيسلندا، ويتوقع أن تخرج مظاهرات احتجاجية لاحقا على هذا الأمر. كمان جيرارد رايل مدير المجمع الدولي للصحافة الاستقصائية لنسق التحقيق أن الوثائق غطت النشاط اليومي لشركة موساك فونسيكا، وأن التسريبات دي هي أقل ضريبة تلقتها الشركات الخارجية بالنظر إلى حجم الوثائق المتاحة. ورد في الوثائق أسماء صهر الرئيس الصيني شي جين يانغ، والرئيس الأوكراني، والرئيس الأرجنتيني، ووالد رئيس الوزراء البريطاني كاميرون، وحسين نواز ابن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، وورد اسمه ثلاثة من إخواته على أنهم يملكون عقارات عن طريق شركات في الخارج. هيئة الدخل والجمارك في بريطانيا تلقت معلومات كبيرة عن شركات في الخارج وأنها ستحقق فيها، وطلبت من المجمع الدولي للصحافة الاستقصائية أن يشاركها في المعلومات. هيئة ضبط الأسواق في النمسا كمان قالت أن في مصرفان خرق القانون المتعلق بغسل الأموال بعد ما ورد أسميهما في التسريبات. وزارة المالية الفرنسية قالت أنها طلبت الوثائق الأصلية للتسريبات لإجراءات تحقيقاتها. احنا بنتحدث عن كل العالم. مصلحة الضرائب في استراليا قالت أنها بتحقق مع 800 شخص وردت أسمائهم في الوثيقة أو في الوثائق، 11.5 مليون وثيقة. فالأذربيجاني المتحدث باسم الرئيس الأذربيجاني ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس بوتين قال إن الأدلة ملفقة وإن الرئيس بوتين ضحية تضليل إعلامي. فبالتالي أنا حبيت بس أقرأ لحضراتكم الخبر ولو إنه طويل، وأقرأ برضو لحضراتكم تاريخ الشركة المكتب المحاماة أيضا على اعتبار ان حضراتكم تشوفوا الدنيا. فاعتقد انه لو احنا بنتحدث عن ده، ولو بنتحدث عن صحفي مصري ايضا قال ان هو كان يعني بيتابع الوثائق دي، او انه يعني زي ما بنقول كده، وزي ما قلت لحضراتكم الصحفي المصري هشام علام عضو جمعيه الصحفيين الاستقصائيين العالميه بانه هو كان يعني مشارك في الموضوع ده، فاقل شيء يتعمل لازم يكون في تصريح من مصر رسمي زي ما العالم كله قال انه هيتم يعني فحص هذه الوثائق. كل بلد المفروض بتاخد الوثائق الخاصة بيها، بتطالب بالوثائق دي ان هي تروح لها وتبتدي بقى تفحص الدنيا والاسماء وكل ده، على اعتبار انه يعني لازم نوصل لحقائق في هذا الامر.